فضيلة الشيخ، سمعنا فتوى تنقل عنكم تأكد من صحتها. نعم. لا يجوز صيد الضب بالسلاح لأنه مقدورا عليه. أما الذي معك بيدك من الضبان فلا بد من ذبحه لأنك قادر عليه، وأما الطليق فلا تقدر عليه. إن قدرت عليه فلا يجوز إلا بذبحه، وإن لم تقدر فيجوز أن تصيده بالبندق. إذا كان البعير الآن إذا ند وشرع ولم تقدر عليه يجوز ترميه وتقتله بالرمي، أو إذا وقع في بئر ولم تتمكن من النزول إليه لنحره فبالبندق، فكيف عدا الضب؟ وأنت إذا سمعت عني شيئا تستنكره فاتصل بي، لأنه كثير ما ينقل عني وعن غيري من العلماء أشياء منها صحيحة، إما أنها كذب محض، أو أن السائل سأل ولم يحل الجواب، أو سأل على غير وجه الواقع فأجيب بحسب سؤالي، أو أنه يريد تشويه السمعة، لأن النقل عن العلماء إما أن يكون خطأ في السؤال أو خطأ في فهم الجواب أو إرادة السوء، ولم يقع شيئا من هذا. فإذا سمعت عن أي عالم من العلماء ما تستنكره اتصل به حتى تكون على يقين. نعم.